مصر القديمة كانت يعني رائدة من رواد علم التنجيم وعلم الفلك، وكما ذكر في القرآن الكريم على لسان فرعون سيدنا موسى: تني بكل ساحر عليم. لم يكن الساحر ساحرا في مصر القديمة إلا إذا كان عالما ملما بكل العلوم، والدليل على ذلك التحنيط الذي تعرفنا على أدواته وعلى كيف كان المصري القديم محنط، ولكن ظل سر الطلاسم والتعاويذ التي كانت تطلع من المياه حتى هذه اللحظة سر خفي.